تنضم إلينا من غزة منى عوكل المراسلة القاهرة الإخبارية. مجددا مرحبا بك منى، ما هي آخر الأرقام لديك حتى الآن بخصوص الشهداء والمصابين وفق المصادر الرسمية؟ نعم، تحياتي لك زميلتي وتحياتي لجميع المشاهدين. حتى آخر لحظات يعني ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل وزارة الصحة الفلسطينية هو ارتقاء وسقوط 13 شهيدا، بالإضافة إلى سقوط أكثر من 20 جريحا. وفقا لتصريحات الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة، فإن عدد من الحالات المصابة الآن في داخل مستشفيات القطاع يتلقون العلاج، ولكن أيضا ما زال هناك خطر على حياتهم نتيجة الإصابات أو بعض الإصابات بالغة الخطورة. لذلك الآن تقوم الطواقم الطبية بعملها على أكمل وجه لمحاولة إنقاذ يعني هؤلاء الجرحى. زميلتي دعيني أعرج على ما كنت سألتيه لضيفك الكريم قبل قليل، وهو حول الأخبار التي تم تداولها فيما يتعلق بنية الشهداء السفر صباح هذا اليوم، حيث أنه الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب كان قد صرح بأنه فعلا كان هناك يعني وفدا سوف يسافر إلى القاهرة صباح هذا اليوم، ولكن هذا الوفد هو وفد سياسي ولم يكن أي أحد من الشهداء من ضمن من القياديين الذين تم اغتيالهم. نعم يرافق صحيح سوف يرافق أعضاء المكتب السياسي الذين كانوا سوف يرحلون من هنا. وأنا يعني أريد أن أؤكد لأنه هذا الأمر أخذ حديثا وكان هناك لغط حوله، ولكن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أكد بأنه هذا الكلام عار على الصحة، وبأن الشهداء لم يكونوا ضمن الوفد الذي كان من المفترض بأن يعني يذهب إلى القاهرة صباح هذا اليوم. نعم. لنعود للحديث حول الأوضاع الميدانية. قبل الأوضاع الميدانية ولأبقى منى ولأبقى قليلا بموضوع الضحايا، إذا نعود للتأكيد لما أوردته من معلومات بأن القادة الذين تم استهدافهم اليوم في عملية الاغتيال واستشهدوا لم يكونوا ضمن الأسماء المقترحة بأن تذهب في هذه الزيارة ذات الطابع السياسي إلى مصر. وأعود لموضوع الضحايا، يعني معروف أن عمليات الاغتيال تحاول أن تظهر فيها إسرائيل بأنها تستهدف شخصيات معينة، توصمهم بصفات عديدة ولكن لا تقرب من عائلاتهم، أطفالهم، نسائهم. اليوم نتحدث عن عائلات بمجملها وعن أطفال ونساء واستشهاد لهؤلاء الأطفال والنسوة. نتحدث عن أرقام الضحايا من الأطفال والنسوة والمدنيين اليوم في هذه المجزرة وهذه عملية الاغتيال. نعم، وفقا للأنباء التي وردت والمعلومات المؤكدة يعني من الشهداء كان هناك 4 شهداء من الأطفال وخمسة سيدات، بالإضافة إلى القادة الثلاثة وطبيب يعني هو رئيس طبيب أسنان يعني له أيضا مناصب عديدة هنا في قطاع غزة. لكن دعيني أصحح معلومة أن إسرائيل لا تستهدف عائلات المطلوبين، لأنه التاريخ مليء بالأحداث المشابهة التي يعني كان الاحتلال الإسرائيلي يترصد لأحد القادة أو عدد منهم، وبالتالي عندما لا تلوح له فرصة أخرى لاغتيالهم في أماكن وجودهم في العمل أو حتى أثناء العودة أو الحركة أو في السيارة، يعني لا يتوانى الاحتلال عن استهداف منازلهم حتى وإن كان هناك يعني احتمالية سقوط عدد كبير من الضحايا. وكنا قد رأينا وتابعنا سابقا مجازر حدثت بهذا الشأن وكهذه الحالة. هو على ما يبدو وكما كنا يعني نحلل سابقا بأنه الاحتلال الإسرائيلي كان ينوي أن يقوم بهذه المجزرة منذ فترة طويلة، لكنه كان يبحث عن الأهداف، وعلى ما يبدو بأنه الآن يعني جاء الوقت الذي يعني تمكنت طائرات الاستطلاع التي دائما في كل تغطياتنا نتحدث عن أنها لا تغادر سماء القطاع، تمكنت من التقاط حركة
الشهداء القياديين ثلاثة، وبالتالي وجدت إسرائيل لنفسها فرصة كي تنتقم لكل ما يعني كان يجري سابقا. دعيني أيضا أتحدث عن أنه بنيامين نتنياهو كان وما زال يتعرض لحملة كبيرة وواسعة يحاول أن يدافع عن نفسه فيها أمام الكابينت وأمام الإسرائيليين، وأيضا هو بحاجة لحركة كهذه التي حدثت كي يعني يخفف من حدة الأزمات الداخلية السياسية الإسرائيلية. بالتالي في كل المرات الماضية في المواجهات التي كانت تحدث، إن كان قبل أسابيع قبل أسبوعين أو حتى قبل شهر من الآن، كان هناك انتقاد كبير لبنيامين نتنياهو بأنه الرد الذي يحاول أن يصدره بنيامين نتنياهو هو رد ضعيف في وجه المقاومة الفلسطينية، وبأنه يجب أن يستخدم قوة ردع كبيرة كي يثبت بأنه لا يمكن المساس بأمن إسرائيل. طيب. الآن ما يحدث الآن إذا أردنا أن نقرأ نعم تفضلي منى أكملي. إذا أردنا أن نقرأ الأوضاع الآن، هناك عفوا هدوء حذر جدا، ولكنه يعني بإمكانك أن تشتمي رائحة الخوف والقلق من الجميع. عمليا هنا السكان في قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم هرعوا إلى المخابز، إلى محلات البقالة لمحاولة تموين أنفسهم وشراء حاجياتهم، لأن الجميع يتوقع بأن تطول هذه الموجة من العنف. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا المحللين السياسيين الآن يتحدثون عن قلق كبير تجاه الصمت الذي حتى الآن تفرضه المقاومة الفلسطينية، على الرغم من أنه الجميع متأكد بأنه والمقاومة صرحت بأنه سوف يكون هناك ردا قاسيا وردا موحدا. لم يخرج عن هذا القول ولا حتى أي فصيل واحد. طيب. هذا أيضا يجب أن يؤخذ بالحسبان. هذا في الداخل. من جهة أخرى في الساحة الإسرائيلية تماما، هذا ما أريد السؤال عنه، يعني في الداخل الفلسطيني كما أشرتي ببعض الصور التي وصفتيها منى، ولكن في الداخل الإسرائيلي ويعني تدخل إسرائيل اليوم في أعتقد الأسبوع 18 يعني من التظاهرات في ضد نتنياهو وحكومته وما تطلقه من موضوع الإصلاحات القضائية. بعد هذه المجزرة، هذه العملية، عملية الاغتيالات اليوم، كيف هو الداخل الإسرائيلي ومحاولات أحيانا للإجلاءات من الإسرائيليين في ربما في مناطق معينة في تماس مع ما حدث اليوم؟ نعم، يعني هذا الآن ما يعمل عليه نتنياهو بعد أن ضرب ضربته، وهو يرى الآن بأنه حقق أو تقدم خطوة على المقاومة الفلسطينية أو عدد من الخطوات، رغم أنه يعلم بأنه سوف يكون هناك رد قادم وقريب جدا لا محالة. هو يحاول أن يصدر مسألة مستر أمن التي ما هو معروف بها، يعني دائما يحاول أن يصدر هذه الفكرة وهذا المبدأ للإسرائيليين، تحديدا تظهر هذه الشعارات في أوقات الانتخابات الإسرائيلية. الآن ما يحاول أن يفعله نتنياهو هو محاولة تصدير فكرة أنه الآن يعمل على حماية الإسرائيل من خلال إغلاق الطرقات المحاذية لمناطق قطاع غزة، من خلال أيضا يعني توجيه أوامر لفتح الملاجئ وإخراج عديد من السكان المناطق المحاذية لقطاع غزة من منازلهم وأمرهم بالذهاب إلى أماكن من الممكن أن تكون أكثر أمنا في الداخل الإسرائيلي ومن الممكن أن لا تطلها صواريخ المقاومة. لكن كل هذه التعليمات، طبعا اليوم تم إغلاق المدارس الجامعات في المناطق المحاذية لقطاع غزة، وبالتالي هناك حالة كبيرة من الاستنفار، وفي كل ساعة تقريبا كل ساعة يتأخر فيها الرد من قبل المقاومة الفلسطينية نجد بأنه الحكومة الإسرائيلية تخرج بقرار جديد يتعلق بمحاولة توفير الأمن لسكان المناطق المحاذية لقطاع غزة. عمليا أيضا من ضمن الأخبار التي تم تداولها مؤخرا هو أنه تم توفير ملاجئ متنقلة للجنود المتواجدين في المناطق المحيطة لقطاع غزة. إذن منى عنك المراسلة القاهرة الإخبارية تبقي معنا حتى نعود إليك مرة أخرى.